طيب نبدأ كده بسم الله. نبدأ كده بسم الله. نبدأ يا فندم بسم الله بعد اسمك. تحديد نوع الدوال الزوجية والدوال الفردية والدوال التي ليست زوجية وليست فردية. بالنسبة للبحث دوت، بحث نوع الدالة من حيث كونها زوجية أو فردية أو غير ذلك. غير ذلك يعني لا هي زوجية ولا هي فردية. تعالوا نعرف إزاي نحدد نوع الدوال جبريا وبيني. تحديد نوع الدوال، نقول عنوان الدرس هنا الدوال الزوجية والدوال الفردية. لازم نعرف في البداية ان الدوال طبقا لهذا التصنيف، نهدى كده، طبقا لهذا التصنيف تصنف ثلاث انواع. الدوال عندنا ثلاث انواع، اما دالة زوجية، واما دالة فردية، واما ليست زوجية وليست فردية. لا هي فردية ولا زوجية، تمام كده؟ طب امتى اقول زوجية؟ امتى اقول فردية؟ امتى اقول ليست زوجية وليست فردية؟ اول حاجة هناخد الحل الجبري، ازاي جبريا بحدد نوع الدالة. افرض الدالة موجودة قدامي كقاعدة الدالة، مثلا 2 س تربيع زائد 3. شايفين الدالة دي؟ يبدو انها دالة من الدرجة الثانية، دالة ربيعية. انا عايز اعرف الدالة دي يا عم زوجية ولا فردية؟ ده اتفضلي، ده الشكل الاصلي للدالة، تمام؟ عشان تعرف هي زوجية ولا فردية بطريقة جبرية، عوضي عن كل س بسالب س. اتفضلي يا رضوى. لا مش معادلة، على شكلها الدالة كده وهي دالة. عوضي عن كل سين بسالب سين، يعني ما تجيبيش دالة سين، هاتي دالة سالب سين. كل سين قدامك في قاعة الدالة، تفضل، كل سين قدامك شيليها وحطي مكانها سالب سين، وشوفي هل السالب ده هيطير ولا هيفضل موجود في قاعة الدالة. تعال نشوف، تعال نحط كل سين كده بسالب سين، فهنقول 2 في سالب س الكل تربيع زائد 3، صح كده؟ بس كده؟ لا اصبري عليا بس والنبي، هقول لك انا هريحك خالص. طبعا احنا عارفين ان الاسس الزوجيه زي ما اميره قالت بتطير سالب، يعني اس س اس 2 س اس 4 س اس 6 س اس 8، كل دول لو حطيت لهم سالب مكان السين، السالب كده كده ايه يحصل له؟ هيطير، والاس الزوجي هيحوله الى موجب. فنلاقي هنا ان الداله اصبحت داله سالب سين، اصبحت السالب هنا ايه يحصل له؟ هيطير ويتحول الى موجب، فتبقى 2 سين تربيع زائد 3. بعد ما عملنا العمليه دي، نقارن شكل الداله بعد ما حطينا سين بسالب سين بشكلها الاصلي. شكلها الاصلي لو لقينا ان شكلها الحالي هو تيبيكال بنفس اشارات شكلها الاصلي والسالب اللي انت حطيته كله راح، تبقى الداله زوجيه. تبقى الداله زوجيه. هل شكلنا الحالي يطابق شكلنا الاصلي في الاشارات؟ اه والله لكل الحدود. ده 2 س تربيع، اهو 2 س تربيع زي ما هو تزوجي. لا الاسه زوجي، انت ما انا هو نفس الحته اللي عايز ارد بيها على منى. ما انتوا لو تهدوا علي تصبروا علي هقول لكم كل حاجه جوايا والله. المهم ان الداله بعد ما حطينا فيها السالب، السالب طار وما بقاش لي اي قيمه، ورجع شكل داله سالب س كانه هو هو شكل داله س. يعني داله سالب س اصبحت هي هي داله س. في الحاله دي بقول على الداله زوجي. حلو الكلام؟ إذا رجع شكل الدالة بعد ما حطيت كل س بسالب س بشكلها الأصلي وما فيش أي حاجة اختلفت، تبقى الدالة ناخد دي.
ابحث نوع الدالة من حيث كونها زوجية أو فردية وغير ذلك. دالة سين تساوي سين أس ثلاثة زائد أربعة سين. عايزين نبحث هل الدالة دي زوجية ولا؟ هنحط كل سين بسالب سين، يبقى هنجيب يا أستاذ دالة سالب سين. فضل دي ثابتة، المعلومة دي ثابتة، كل دالة عايز تعرفها زوجية ولا فردية حط السين بسالب سين. يلا كده هنقول ايه هنا بدل ما سين؟ هنقول سالب سين لكل أس ثلاثة زائد أربعة في سالب سين. لو نلاحظ كل سين بحط مكانها ايه؟ سالب سين، وبشوف هل السالب ده هيطير ولا هيبقى. طبعا كلنا عارفين ان الأس السالب بيعمل ايه؟ انا اسف، الأس الفردي بيعمل ايه؟ بيبقي على السالب، مش زيه زي الأس الزوجي اللي بيطير السالب. اذا سالب سين الكل أس ثلاثة بسالب سين الكل أس ثلاثة تمشي الأقواس ويظل السالب. هنا الأس كام؟ واحد، برضو فردي. الأس الفردية بتبقي على السالب، يبقى السالب هنا هيروح ولا هيفضل؟ هيفضل صح؟ بس تبقى إيه؟ يطلع بره، يطلع بره ينضرب في الموجب، يبقى سالب أربعة سين. الآن قارن الشكل الحالي بالشكل الأصلي للدالة، تلاقي كل الحدود تغيرت إشاراتها. هذا السين تكعيب الذي كان موجبا أصبح سالب سين تكعيب، والأربعة سين اللي كان موجب أصبح سالب أربعة سين. إذن الدالة تغيرت إشارات كل حدودها. هي فيها كم حد بالمناسبة؟ والاثنين تغيروا الحمد لله، كانوا موجبين أصبحوا سالبين. ده معنى إن دالة سالب سين بتساوي سالب دالة سين. سالب، بص هنا، دالة سالب سين رجعت دالة سين بدون أي تغيير، الإشارات رجعت زي ما هي. هنا لا يا عم، دالة سالب سين أصبحت بسالب دالة سين، في سالب في الموضوع، الضرب في الدالة كلها في الحالة دي الدالة دي. طيب تعالوا نشوف مثال ثالث. ابحث نوع الدالة من حيث كونها زوجية أو فردية أو غير ذلك. دالة سين تساوي سبعة سين تربيع زائد ثلاثة سين ناقص خمسة. تعالي نشوف، هنحط كل سين بسالب سين. أنت معايا صح؟ هنحط كل سين. جميل، يبقى هنقول هنا يا أستاذ دالة سالب سين تساوي، أول حاجة هننزل السبعة ونفتح قوس ونحط هنا سالب سين الكل تربيع، وبعدين هنا هننزل الثلاثة ونحط سالب سين، والحد المطلق هينزل زي ما هو، لن ينالوا تغيير. الحد المطلق في بحث ما فيهوش سين أصلا، فهنعوض عليه بإيه؟ فينزل زي ما هو. الحد المطلق في بحث الزوجية والفردية بيظل كما هو. يلا نشوف بقى مين هيروح ومين مش هيروح. دالة سالب سين تساوي الأس ماله؟ الأس زوجي هيطير سالب، تبقى سبعة سين تربيع. يا مسهل كده، يبدو إنها زوجية. طيب نكمل، هنا الأس ماله؟ فردي، واحد، يوه السالب هيفضل، فيروح السالب يعمل إيه؟ يتضرب هنا، يبقى موجب في سالب بسالب ثلاثة سين. أما الحد المطلق فلا تغيير فيه، فينزل سالب خمسة. دلوقتي بقى قارن لي الشكل الحالي بالشكل الأصلي، هل كل الحدود فضلت زي ما هي؟ لا، يبقى مش زوجية. هل كل الحدود اتغيرت؟ لا برضو، لأن في بعض الحدود تغير إشارته والبعض الآخر زي ما هو. الحد الأول اللي هو موجب سبعة سين تربيع فضل زي ما هو بسبب أسه الزوج، بسبب أسه الزوج. أما الحدين موجب ثلاثة سين، ده الحد المطلق برضه فضل زي ما هو. الحد المطلق كام؟ زي ما هو، لأنه مطلق. جه بقى اللي بوظ الدنيا، السالب الموجب ثلاثة سين. ليه يا عم بوظ الدنيا؟ لأن بما إنه أسه فردي فرح ما تغيرش. يبقى أنا أمام دالة لما وضعت السين بسالب سين تغيرت إشارات بعض حدودها، بعض حدودها، ولم تتغير إشارات البعض الآخر. إذا هذه الدالة ليست زوجية وليست فردية. يبقى خلينا نحط قاعدة، خلينا نحط
قاعد ايه يا بحر؟ ماشي، خلينا نحط قاعد. اذا تغيرت اشارات الحدود جميعا صارت الدالة فردية، اذا لم تتغير اشارة الحدود جميعا صارت الدالة زوجية، اذا تغيرت اشارة بعض الحدود ولم يتغير البعض الاخر اذا الدالة ليست زوجية وليست فردية. خد بالك ان في هذا المثال دالة سالب سين لا هي بتساوي دالة سين ولا بتساوي سالب دالة سين، لا الكل فضل على حاله ولا الكل تغير. إذن الدالة ليست زوجية وليست فرد، لا هي فرد زوجية ولا هي فردي. طب اسميها ايه دي؟ هي اسمها كده، هي اسمها كده. يبقى الزوجية اللي كلهم بيبقوا على حالهم، الفردية اللي كلهم بيتغيروا، اللي البعض يتغير والبعض الاخر لا، اسمها ليست زوجية وليست فردي. تمام، ده 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 تفصيله، ده اسمها. نشوف بقى، اتفضلي. خلصنا يا فندم، يلا نروح. طيب دلوقتي نعم، حدد نوع الدالة من حيث كونها زوجية أو فردية أو غير ذلك. بس يا فندم خدوا بقى الحتة دي، النسب المثلثية تدخل ازاي هنا؟ الجا والجتا والظا، المعلومة دي قلتها في أولى ثانوي، في أولى ثانوي. ولما قلتها قلت لكم المعلومة دي يا بنات من ثانية ثانوي، قلت لكم المعلومة دي هنديتها في ثانية ثانوي في حاجة. أيوة، الله ينور عليك يا بنات، برافو عليك. الثلاث دوال دول الجا والجتا والظا، الجا والظا دوال فردية، الجا والظا دوال فردية ومخلوباتهم طبعا معاهم. يعني ايه دوال فردية؟ يعني لو فيهم سالب فالسالب بيبقى، ما هي فردية. هو احنا امتى بنحكم انها فردية؟ لما السالب يبقى فيغير الإشارة. يبقى اذا الظاء ومين برضه يا بنات؟ الجاء. دواء اهو، دول الاثنين دول، الاثنين دول دوال فردي او لا؟ خلينا بس عشان ما نتخبطش ونحكم اهو. الجاء هي والظاء ومقلوباتهم، يعني الجاء والقتا، قتا فرديه برضه، والظاء 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 فرديه برضه، فرديين بمعنى انهم يحتفظوا بالسالب. اذا جاء سالب سين بسالب جاء سين، بس السالب يعمل ايه؟ يطلع بره. والظا تحزو نفس حزوها، سالب ظا سين. اما الجتا فهي داله زوجيه، تمشي السالب وتحوله الى موجب كانه غير موجود. يعني من الاخر جتا سالب سين بجتا سين زي ما هي، ولا ينالها أي تغيير، ولا ينالها أي تغيير. ليه بقى؟ قلتها في أولى ثانوي، أنا شرحت فصلتها في أولى ثانوي، قلت هناخدها كمعلومة في ثانية ثانوي، أنا فاكر والله. بصوا، لو أنا عندي زاوية قياسها 30 تقع في ربع الكام؟ طب سالب 30 تقع في ربع الكام؟ سالب 30 الرابع. الرابع لماذا؟ لان احنا سالب 30 دي لو عايزين نجيب لها زاويه مكافاه موجبه هنجمع عليها دوره كامله. فلما تجمعي على السالب 30 زائد 360 يديكي 330. 300. يبقى انتم متفقين معايا ان لو الزاويه الحاده تقع في الربع الاول يبقى سالبها معايا في الحته دي. طيب انا عندي يا استاذ الجاء او الجتا او الظا بعديهم في زاويه حاده يبقوا موجبين، صح؟ لان الربع الاول كله موجب. تخيل ان الزاويه الحاده دي الموجبه رحنا عوضنا عنها بزاويه ايه؟ سالبه، بسالبها. يعني هي 30 رحنا معوضين بكام؟ بسالب 30. فاصبحت الزاويه ما تقعش في الربع الاول، اصبحت تقع زي ما انتوا قلتوا في الرابع. احكم على الجاء في الرابع سالب، احكم على الظا في الرابع،
يحكم على جتها في الرابع موجب كل جبار ظالم جاه ذاهب. يبقى إذن الجتها ومقلوبتها طبعا موجبين في الرابع، فلما الزاوية بتتحول من الأول للرابع بتظل موجبة ما فيهاش فرق. يعني مثلا جتها 30 بجذر 3 على 2، جتا 330 اللي هي سالب 30 بجذر 3 على 2 برضو لأنها في الربع الرابع فتأخذ نفس الإشارة الموجبة. إنما جا 30 بنص، جا سالب 30 اللي هي جا 330 بسالب نص مش بنص، والظا كذلك تحط لها إشارة سالبة لأن الزاوية الحادة لما تتسلب أي لما توضع لها إشارة سالبة تحولت من الربع الأول إلى الربع الرابع بجمع أو بإضافة 360 عليه. تمام كده؟ يبقى من البديهي أن الجتة هي الوحيدة اللي تبقى زاوية زوجية وحطير السالب وكأنه لم يكن لأنها موجبة في الربع الرابع. أما الفردية والفردية دول هم الجا والظا ومقلوباتهم لأنهم سالبين في الرابع، لأنهم سالبين في الرابع. جميل كده؟ طيب يبقى مين الدوال المثلثية الفردية؟ الجا والقتا الظا والظتا. مين الدالة المثلثية الزوجية اللي بتطير السالب وكأنه لم يكن؟ الجاتا ومقلوبتها اللي هي القا. كلام جميل جدا. احكم على الدالة الآتية من حيث كونها زوجية أو فردية أو غير ذلك. دالة سين تساوي 2 سين تربيع ناقص 5 جتا سين. احكم عليها هل ماشي تمام؟ زوجي زوجي. تعال نحكم على طول، هنحط كل سين بايه؟ هنا الاس 2 ماله هيطيرها، وهنا دي جتا من الدوال الزوجيه فمش هيبقى فيه سالب، فالسالب ده هيفضل سالب. ما خد بالك كده معناه انه ما اتغيرش. مش هتقول ايه بقت سالب تبقى فرديه؟ هي مش بقت سالب، هي اتغيرت او لا؟ هي سالب، لو ظلت سالب تبقى زوجيه والجتا مش هتغيرها. يبقى الداله دي من غير كلام ايه يا بنات؟ زوجيه. ليه؟ لان داله سالب س هتلاقيها هي هي داله س، داله س واحد ثاني تساوي 2 س زائد 3 قتا س ناقص 1. طب تعال نشوف وما نتسرعش. ليش 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 لماذا؟ بسبب الحد المطلق اللي عندي. الحد المطلق صح. الاس هنا فردي ولا زوجي؟ فردي. السالب هيفضل، والقتا مقلوبه مين؟ مقلوبه الجاء اللي هي داله فرديه، يبقى السالب هيفضل. هاجي الحد المطلق. وعليكم السلام ورحمه الله. الحد المطلق ما بيتغيرش اصلا لان ما فيهوش سين زي ما من قال. فبكده الجزئين الحدين دول هيتغيروا والحد دوت مش هيتغير. واحنا قلنا لما بعض الحدود يتغير والبعض الاخر لا يتغير تصير الداله ليست زوجيه وليست فردي. انا بس هفصلها، هكتب هنعوض عن كل سين بداله ايه؟ سالب سين. دي هتبقى 2 في سالب سين زائد دي هتبقى 3 قتا سالب سين. اما الحد المطلق ما فيهوش تغيير لانه لا يحتوي على سين. الحد المطلق ايا كانت نوع الداله بيفضل بنفس اشارته. نبدا ندور بقى. السالب ده يروح ولا يفضل؟ ها يفضل، لان الاس كام؟ فردي. يبقى سالب 2 س. السالب ده يروح ولا يفضل؟ حسب نوع النسبه المثلثيه اللي حضرتك بتتعامل معاها. القتا القتا من الدوال الفرديه هي ومقلوبتها الجا. هي شيماء هتنامي ولا ايه كايتك؟ مقلوبتها الجا وهي فرديه. يبقى السالب ده هيفضل، يبقى سالب 3 قتا س. والحد المطلق بيفضل بنفس اشارته. ده تغير عن الشكل الاصلي لان الشكل الاصلي كان 2 س وده سالب. ده تغير عن الشكل الاصلي وهذا لم يتغير. اذا الداله نوعها ليست، لان البعض تغير والبعض لم يتغير، ليست زوجيه وليست ايضا فرديه. خذوا المنطقيه دي بس ركزوا معايا.
لو جاب لفتات دالة مطلوب منك أن تحكم هل هي فردية أو زوجية أو ليست وليست، ركزي معايا والنبي. والدالة اللي مديها لك دي عبارة عن دالتين مضروبين في بعض قوسين، أو دالتين مقسومين على بعض، دالة فوق في البسط ودالة تحت في الم... نعم فضل. لا تعذر الضرب والقسم، تعذر مثلا، تمام؟ هي لازم تاخديها مضروبة زي ما هي. أو مثلا الدالة عبارة عن إيه؟ سين في جا سين، سين في جا سين، دول يعتبروا كام دالة مضروبة في بعض؟ دالتين، سين دالة وجا سين دالة أخرى، وما فيش ضرب بينهم هيتم أبسط من كده. ما هي أبسط صورة لضربهم سين جا سين، هتضربي إيه فيهم تاني؟ أنت بتكلمي عن لو أقواس تفك الأقواس، أنا فاهمك، أنا فاهمك، لكن ده اللي هي. اتفضلي يا شيماء. ايوه فرديين ايه السؤال؟ ركز يا شيماء. ايه يعني الجا الجا والظا ده والفردي ايه يجيب معاهم بقى؟ يكون في حاجة مضافة معاهم زوجية، فكده دي مش هتتغير وهم هيتغيروا زي اللي فاتت دي. لازم أحكم على كل الأجزاء الحدية بتاعت الدالة، كل حد تغير ولا لم يتغير. إذا تغير الجميع فهي فردية، إذا لم يتغير الجميع فهي زوجية، إذا تغير البعض والبعض لم يتغير فهي ليست وليست. خلينا بس نكمل الحتة دي. تفضلي. لو عندك دالتين مضروبين في بعض او دالتين بتحكم على نوع كل واحده على حده، بتحكم هل هي زوجيه ولا فرديه، بتحكم على نوع كل واحده على حده. طب والحكم النهائي على الداله ككل يتبع قاعه الاشارات. ايه قاعه الاشارات؟ يعني لو الدالتين حكمت عليهم دي زوجيه ودي زوجيه، زوجيه في زوجيه، لا بزوجيه. بص الزوجي كأنه موجب والفرد كأنه سالب. حاضر والله، بس اسمعي مني الحتة دي الأول. زوجية في زوجية بزوجية عشان موجب في موجب، يبقى الموجب في قاعة الإشارات كأنه يدل على الزوجية هنا، والسالب كأنه يدل على الفردية. فردية في فردية بزوجية، لماذا؟ عشان سالب في سالب بموجب. زوجية فردية بفردية عشان موجب بسالب بسالب. لا بصي والله سؤال جميل. افرض واحدة فيهم ليست، يبقى ليستها كلها اصبحت ليست وليست كلها. يا فندم لو انا بضرب دلتين، لو انا بضرب دلتين او بقسم دلتين وعيبني اعرف هي زوجية ولا، احكم على كل واحدة لوحدها. اهو بصوا 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 دي، احكم على الدالة دي زوجية ولا؟ دالة سين تساوي سين تربيع على سطة وثلاثة سين، سين تربيع على نشوف دولة دولة. أول حاجة هيتبعوا قاعدة الإشارات لأنها عبارة عن خارج قسمة دالة، دي دالة ودي دالة. أنا قدام خارج قسم الدالتين، لو أنت قدام خارج قسم الدالتين أو حاصل ضرب دالتين افتكري قاعدة الإشارات، افتكري قاعدة، انسي المقام، احكمي لي على نوع البسط زوجية بسبب الأس الإيه. يبقى يا أستاذ نوع دالة البسط زوجية موجب، يعني احكمي على المقام فردية، لأن مين دي؟ الزطه، والزطه من الدوائر الفرديه في اختها الظا. يبقى انا قدام داله زوجيه مقسومه على داله فرديه، اذا الحكم النهائي موجب على سالب، يعني بس ادي ما اقصد. تمام؟ امتى بطبق الكلام دوت؟ ما انت حكمت هنا يا استاذ عادي خالص وما قعدتش تحكم على كل واحد، ما قعدتش تقول ايه دي فرديه دي زوجيه دي مش عارف ايه، لان دول مجموعين او مطروحين. الكلام اللي انا بقوله ده يطبق امتى؟ في حاله الدوال المضروبه
والمقسومة، لأن ساعتها هيتبقى قاعدة زوجية على زوجية، زوجية أو زوجية في زوجية. ما هو الكلام ده بينطبق في الضرب وفين وفي القسمة، زوجية في زوجية بزوجية، فردية في فردية بزوجية، عشان سالب في سالب بموجب، فردية في زوجية أو زوجية في فردية بفردية. من الآخر، وعليكم السلام. فاكرين لما كنا نقول إيه؟ الإشارات المتشابهة تدي موجب والإشارات المختلفة، أهو هم دول تابعين نفس القصة. لو الحالة هي هي تدي زوجية، لو بضرب زوجية في زوجية أو فردية في فردية أو زوجية على زوجية أو فردية على فردية، يبقى كده الناس يبقى إيه؟ زوجية. لو مختلفين فردية في زوجية أو زوجية في فردية أو فردية على زوجية أو زوجية على فردية، تطلع إيه؟ فردية. تمام؟ واحد ثاني والنبي ركزوا معايا بدي. سين جان سين ايه يا بنات في ايه؟ اتفضل. اللي عايز تقعد بره تفضل بره عشان النفس، تفضلوا بره عشان تخفوا شوي. طب تعال نشوف، تعال نشوف، خدوا بالكم، خدوا بالكم، والنبي ركزوا كده. لا سؤال جميل. هو اول ما نشوف الظا كده من بدايتها تبقى فرديه، لا لان السالب اللي هتحطيه هنا هيروح اصلا، فالسالب اللي هنا هيبقى موجب، وظا موجب سين اس اربعه بظا سين اس اربعه. هو السالب هيجي منين؟ على ما احكي، ما السالب هيختفي في الداله نفسها. تمام؟ يبقى مش بمجرد ما اشوف الظا او الجتا او القتا او الزطا اقول دي فرديه يا عم، لا، القي نظره لما بداخلها، لما بعدها، لزاويتها، يمكن السالب هيروح منها هي كمان. تمام كده؟ لان ما بداخلها عبارة عن زوجية، صح؟ أنا عارف إن الظا فردية، فالظا إمتى تكون فردية؟ لو ما بداخلها هو كمان أبقى السالب، فساعتها السالب يبقى. زي دي، بصوا، ما بداخل القتا اللي هو سالب سين أس واحد أبقى السالب، راح السالب طلع. يعني إيه أول حاجة القتا في الدوال الفردية، في الدوال المثلثية الفردية، تسأل اللي جواها الأول، انت السالب هتقعده؟ اه لو فرديه يعني، اه السالب بتاعي هيفضل، يبقى انا كمان هقعده، ما انا فرديه. تمام؟ لكن اذا داله فرديه، داله مثلثيه فرديه، سالت ما بداخلها، فما بداخلها كان زوجي، زي هنا لو سينوس كام؟ اربعه. هات يلي ما بداخلي، هات السالب بتاعك عشان اطلعه، يقول لها انا اصلا السالب بتاعي انا مشيته، لان انا زوجي. فهي مش هتلاقي سالب تطلعه، ودي هتتعامل معاها ان الظاء ما بداخلها موجب. هي الظاء لو ما بداخلها موجب تجبر عليه ان هو يبقى سالب؟ لا، الظاء والجاء وكل دول فرديه لو ما بداخلها سالب تطلعه، هي دي مهمتها، تنقله لبره، دي مهمه الفرديه، مش تحط سالب من نفسها. فما بداخل الظاء مشى السالب، خلاص انا هعمل لك ايه يعني؟ يمشي السالب خالص ويبقى غير موجود، لاني انا كظا اللي بعمله اني باخد الاشاره اللي هنا بطلعها بره زي ما هي كداله فرديه. طب انا ما لقيتش سالب هنا اصلا، لاني ما بداخلي عباره عن داله زوجيه ماشي السالب، خلاص مش هلاقي حاجه اطلعها. تعالوا نشوف، خلينا نبدا من فوق، وتاخدي بالك من حته ان فوق في حد ذاتها عباره عن دالتين مضروبين في بعض. فوق في حد ذاتها عبارة عن دل... أيوة سين في جس، ما دي مضروب، مش زائد ولا ناقص هنا. يبقى عشان نحكم على الفوق لوحده هنحكم عليه بقاعة الإشارات. جميل. آه يعني بصوا، السين لوحدها، السين أس واحد، هي دالة فردية، صح؟ هي دالة فردية معايا أنتوا؟ طيب
والجا سين كنسبة مثلثية هي دالة فردية. لاحظ ان ما بعد الجا دالة فردية عشان ما تعملش زي هنا السين هنا قصها كام؟ خلاص. يبقى لو هحط سالب هنا هيفضل ولا هيروح؟ هيفضل يا فندم. لو حطيت سالب هنا الجا ايه هتعمل فيه؟ لا بص، السين ايه هتعمل فيه؟ هتخليه ولا هتخليه؟ والجا دورها هتطلعه بقى، يبقى هيفضل. يبقى حكمنا النهائي على الداله دي ايه مالها؟ فرديه. وحكمنا على الداله دي فرديه. يبقى حكمنا على النهائي على البسط زوجي. ليه؟ لانه عباره عن حاصل ضرب دالتين فرديه فرديه. اذا حكمنا النهائي على البسط انه زوجي. حكمنا النهائي، ما تتسرعوش في الحكم في الزوجيه والفرديه عشان الناس قالت ليست وليست. حكمنا النهائي على المقام. حكمنا النهائي على المقام. تخيلي معي، تخيلي معي يا منة، تخيلي معي، لو احنا خلينا السين اللي تحت سالب سين ماذا سيحدث؟ خدي بالك، هنخلي السين اللي تحت تبقى ايه؟ ونحط ايه؟ الاس 4 اصلا. يبقى خد بالك، ما تقولش الظاهر هتطلع السالب، اصبر، احسب ما بداخل الداله الاول، لان ما بداخل الداله هتغير سالب اصلا. صح؟ يعني من الاخر هتبقى ظا س اس 4، فالظا مش هتجد سالب تطلعه اصلا، فهتفضل ظا س اس 4. اذا الظا لم تتغير حتى الان. اذا انا حصلت على المقام داله زوجيه اصلا. الحكم النهائي، انا عمال افسر عشان احكم حكم النهائي منا في النهايه، نركز مع بعض في الكلام دوت. يبقى حكم النهائي ايه؟ زوجيه على زوجيه، يدينا زوجيه. تمام. الحصه الجايه نكمل